اعطي معانا الناس اللي بوهم فلوس ضربت عليهم سيارة بيكن واخذت الاول والثاني وضربتهم ضربة كتل وهذا يقتلون ضربوا عن السيارة ضربوا عن منطقة كبرها ولا من دولة ولا مسلمون 10 دقائق تقريبا ضرب مستمر ومنطقة منطقة الساحل طبعا اللي هو رب الدولة على اساس وللعلم لحد الان لا شرطة اجتي ولا اسخان كل شيء موقف لحد الان لا شرطة اجتي ولا اسخان لحد هاي لا صار طبعا ابن الحادث صار لي ثلث ساعة لا دولة ولا شرطة